صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يصوم صوم الفرض أو التطوع وتكون نيته إضافة إلى التقرب إلى الله عز وجل تخفيف وزنه؟ هذا مدخول، هذه نية مدخولة مخلوطة، فينوي بالصلاة التقرب إلى الله والعبادة، وكونه يخف وزنه ويصح جسمه هذه أمور تابعة، ما هي مقصودة، هذه أمور تابعة. نعم.